السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. طال غيابي ولكن عدنا والعود أحمد. أعزائي المشاهدين، موضوعنا لليوم موضوع مهم جداً، وهي صفة حميدة يجب علينا أن نتحلى بها جميعاً، وهو الصبر، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حث الله عباده على التحلي بالصبر وجعله دليل على قوة الإيمان بالله عز وجل، فمن قل صبره قل إيمانه بالله عز وجل. الصبر من أهم العبادات، هو تحمل المصاعب والابتلاءات ومنع النفس في الوقوع بالمعاصي، دفعها إلى القيام بالعبادات. وللصبر أنواع، وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإن الصيام يجمع بين ثلاثة أنواع للصبر. أولا الصبر في طاعة الله عز وجل، ومنها الصلاة، الزكاة، الوضوء، قراءة القرآن وغيرها من العبادات. ثانيا الصبر عن معاصي الله، هو ترك شهواته لله ونفسه. ثالثا الصبر على الأقدار المؤلمة، بما يحصل للصائم من العطش والجوع. سنتعرف على بعض من فوائد الصبر، ومنها محبة الله ومحبة الناس، يورث الهداية في القلب، ويعتبر مظهر من مظاهر الرجولة. في النهاية نود أن نقول: لا تفقد صبرك مهما تأخر عليك الفرج، فما بين حلمك وتحقيقه إلا الصبر الجميل. لقول الله سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.